وفيق صفا مسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله، ولد عام 1960 في بلدة زبدين بالقرب من مدينة النبطية جنوب لبنان. يعتبر وفيق صفا شخصية بارزة في الحزب، ويتهم باستخدام الموانئ والمعابر الحدودية اللبنانية لتسهيل حركة عناصر الحزب وفقا لموقع الخزانة الأمريكية. صحيفة دعوت أحرنوت ذكرت أن صفا تعاون مع قيادي في حزب الله لتأمين الجنسية الأجنبية لأكثر من 100 عنصر من حزب الله، كان يخطط لإرسالهم في مهام طويلة إلى دول غربية أو عربية. شارك صفا في عدة مفاوضات خلال السنوات الماضية، أبرزها في عام 2000 عندما كان ضمن لجنة تفاوض لتبادل 3 جنود إسرائيليين. كما شارك في مفاوضات استعادة جنديين إسرائيليين تم اختطافهما قبل حرب لبنان الثانية عام 2006.